أسرة الحدث 24 تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة مكناس وسلام مع جريدة الحدث 24، كيف ما كنشوفوا كذلك حارس الليلي عند محمد الزدودو اللي خدم وغادي يوصل واحد الرسالة كذلك للشباب بالنسبة اللي ما قراوش، اللي كيخرج من المدرسة كيقول لك هالمصير اللي غادي يولي في التالي، غادي يولي خدام مثلا عساس، اللهم يقرا باش يشد الوظيفة ديالو باش يكون عنده التقاعد. السلام عليكم، ممكن تعرفنا بالاسم ديالك؟ محمد بريكسي. يا سي محمد تبارك الله عليك. سي محمد، بغيت نسولك شحال من سنة وأنت خدام في العزة هنايا؟ هذه مدة 5 سنوات. 5 سنين. واه. بالنسبة أنت إلى هاد 5 سنوات اللي كتسهر الليل وكتكون بنهار ناعس، ما تقهرتيش؟ لا، لا بد تقهر. فتح قلبك ممكن فتح قلبك. لا بد تقهر ولا بد تتعرض للحوادث والمشاكل، كيت نهار كي الليل. قاش المجتمع هو هذا اللي ما قرا وما دار حتى شي حاجه، راه غادي يتعرض لهذ الحوادث هذه. قريتي انت خلاص؟ عندي الرابعه انا ابتدائي. الرابعه ابتدائي شحال ديال شحال هذه؟ ماشي هي ديال شحال هذه؟ اه. المهم بعدا كتعرف الحمد لله داير هذه البيعه والشريه، كتعاون بها راسك كلشي. السكنه خلاص هنايا؟ انا نيشوها. مزوج عندك وليدات؟ عندي ثلاثه الوليدات. تبارك الله، الله يخليهم لك. ممكن تفتح لينا هذا الشيء هذا اللي كيوقع بالليل؟ تيوقع حوادث بزاف، تيوقع تعرض ديال الانسان كريساج كيوقع بزاف، وتحيه للامن. الحمد لله رجال الامن خدامين كذلك ديال هنا ويسلان، كنشكروا كذلك رجال الامن وكاع وليدات الحموشي، تحياتي لكم. كنشكركم محمد الحساس من هذا المنبر، شكرا لكم دائما. اخي محمد، بغيت توصل رساله لكذلك دوك الشباب اللي مبليين. هذوك داك الشباب النصيحه ديالي انا يتعطاو الرياضه ويحيدوا عليهم البليه ويقراو، وإلا ما قراو ما داروا ما توظفوا ما داروا والو، غيبقاو هكا حتى هما يتعرضوا لحوادث الكريساج والتشنكير وبزاف، وهادشي راه ما يصلح لهمش. كتلقى دابا انت ولد عند في عمره 14 سنه كيكمي الحشيش كيكمي الكارو. وهادي كاينه بزاف، كاين اللي عنده 14 عام، كاين اللي عنده 12 عام، كاين عيالات، كاين بنات ديال الليسي، بزاف ديال بزاف ديال المشاكل، وبالخصوص مول الديطاي غيجبدهم كاملين، يلقى بزاف ديال الناس، يلقى عيالات كبار، يلقى بنات صغار، الولاد يديروا التنفيحه، يكميو الحشيش، يضربوا سيليسيون، بزاف ما يديروا، لاقاش المجتمع المغربي هو هذا، وتحيه للأمن. كذلك واش فاش انت نتي خدمتي العسه، واش غير في رمضان اللي كدير هذا الشيء هذا كتبيع الطونيك كتبيع الكاطو ولا على دور العام؟ على دور العام 24 على 24. فوقاش كتبدا الخدمه؟ اين ساعه؟ تنبدا دابا في رمضان من العصر من الربعه. موسى ندخل حتى السبعة الصباح. وفي الفطر تيكون معايا دري يتعاون معايا في الليل تيجلس، وتنولي نشد انا عاوتاني 24 النهار كامل. ما عييتيش في هاد الليلة هذا؟ وتعيا ضروري، ولكن الدنيا هي هادي، ما عندك ما دير، ما عندك لا شهرية لا تقاعد، باش غادي تعيش؟ خدام اللي جابوا النار يدير، اللي جابوا الليل اللي جابوا الليل ياكلوا النار. اه. ويا ورسمية هكا واش غادي دير؟ هذا هو الوقت، حيت كون كان المجتمع مزيان كون حنا مزيانين حتى حنا نيت. بالنسبة كذلك فاش جات الغلاء ديال الأسعار. إيوا واش غادير؟ راه طيح وتنوض. الدجاج فين كتجي؟ كتجي غا في المسكين، ما تجيش في اللي لاباس عليه. اللي لاباس عليه كاع ما يفكر في داكشي. كما كيقولوا الاولى، مر الشبعانه تقول الجيعانات. بالنسبة لك دابا انت واش كاري ولا شنو؟ لا، ساكن في دارنا. الحمد لله، بعدا منين ساكن في داركم الحمد لله. هذا هو هذا هو الفضل اللي رابحين، ما كنقولنا كاري لا اله الا الله. قاصحة. قاصحة بزاف، راه مشكلة. كيف ما شفتوا المتابعين جريدة الحدث 24 فهاد البث المباشر من مدينة مكناس، كيف ما سمعتو كيقول لك خص الشباب يقراو باش ما يوصلوش لهاد القضية هادي، بحال اللي هو دابا كيف ما كيقول لك اللسان ديالو، أنا خدام على راسي، ما عندي لا تقاعد، ما عندي حتى شي حاجة. نتمنى من عند الله الشباب يخدموا ويقراو على راسهم باش يشدوا واحد الوظيفة ديالهم تبارك الله، باش يوصلوا لواحد سميتو يكون عندهم تقاعد وكلشي. كملنا خويا محمد. بالنسبة كذلك لهاد العساسة، ما عندكم لا أوراق، ما عندكم حتى شي حاجة؟ واش عنده خدام في جمعية الناس وصافي.
يتساعدوا مع الناس كيعطيوها السميه ديالهم والنمره ديال لاكارت. كيقال يجي في البلديه راه هو عساس. اذا انت يا واخا كذلك انت كتجلس ديال الاوراق في البلديه راه عندك سميتو راك صافي داخل انت عندهم داخل في الايس عند ماشي كذلك نقولوا عشوائي ولا لا انت راك داخل عندهم في السيستم الحمد لله داخل في مقاطعه عند المقدم وعند رجال الامن الحمد لله هذه المبادره اللي داروها تيزوين الحمد لله كتكون هي في واحد البلاصه تضامن وكاع الامور تتمشي مره شويه ومره فيها غادي تحيه للامن كذلك كيف ما قلنا لك كاين كتربح شويه من هذا الشيء هذا كتصور شويه كاين اللي بيع وشرا الحمد لله في هذه الاحياء دابا شعبيه هنايا كتلقى غير الشباب اللي كيجيو لعندك هنا كيتقداو لك الناس الهوما اولا يعني راك سهريا وثاني وخا بيع وشرا ديالها وكا كتسمى بحال اللي راك مقمر فهمتي تتعرض بزاف تقدر تعرض لبنادم مقرقب تعرض لشكايري تعرض لبنادم شفار تعرض عمرك تعرضتي لشي حاجه باللي انت يا كان شي واحد حوادث موجوده كاع تعرض لبنادم انا جبت السيف كاع وكيقاوم توشا الحبس ما كاينش مشكل وكاين اللي تيحتارمك تيجي ميت او ثاني سكران مقرقب تيحتارم كل واحد وكيفاش كتلقاها الانسان واش كان جاي عندك باش يدي شي حاجه زطاطا ولا شنو؟ لا كان بغى يدخل في الطوموبيل كذلك الحمد لله كيف ما قلتي رجال الامن راه خدموا كذلك مور وقع المشكل صافي تعتقل من غير هذيك ما عمرك ما تعرضتي لشي حاجه لشي كتعرض يقول لك بنادم عطيني كتساعد معاه كل واحد واش كتعطي كل واحد واش كدير معاه فهمتي اللي كتمشي على حساب ممكن نحطوا لك الرقم الهاتف ديالك اللي بغا يتواصل معاك كذلك العواشر هذه غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديال الاخ محمد مرحبا محمد شحال الرقم الهاتف ديالك 06 زين 36 50 48 86 الرقم الهاتف 06 36 50 48 86 شكرا لكم المتتبعين جريدة الحياة 24 كنشكركم في هذا الاثناء من هذا البث المباشر وكذلك بعض الناس الله يهديهم اللي كينتقدوا الناس باللي كومونتير داك اللي كومونتير الخايبين علاش هذا نحسبوه بحال الاب ديالنا نحسبو عمي نحسبو الاب ديالي بكل تواضع تحياتي ليه عرفتي علاش الانسان اللهم يخدم في هذه الخدمه ديال الحلال وما يسرقش وما يديرش شي حاجه اللي غادي يخلي والديه محنين معاه